ايه يا حبيبي؟ هتدور على حد؟ مالك؟ بتبكي ليه طيب؟ مش عايز اروح. انت من مصر؟ مين ابوك؟ مين امك؟ يا حبيبي ما تبكيش طيب. تعرف بيت ابوك فين؟ انت والد حد من المهندسين بتوع مصر؟ تحب العسلية؟ تعال تعال هاتلي عسلية يا عم كام. حاضر يا بنتي. ودي مين ده؟ مش عارف. خد يا حبيبي خد. اسمك ايه؟ تجي معايا البيت وهناك اخليهم يودوك لابوك. مش راضي تاكل؟ شوية وابويا يجي ويرجعك لأهلك. قول يا حبيبي ما تتكسفش، شكلك مؤدب وابن ناس. انت بس لو تتكلم قول عشان خاطري. هو لو اكلنا مش عاجبك؟ طب قولي نفسك في ايه؟ اعمل لك شاي بلبن وبعدين والله ما عارفة اعمل لك ايه. بس يكشي يكون ابوي والله ويعرف انت ولدني. عمي توحيد كويس انك جيت. خشي خشي. ابوكي فين يا زهر؟ جيت ما لقيتش حد. الواد يا زهرة لقيته تايه في السوق هيبكي. خفت عليه جبته هنا لحد ما ابوي او امي يرجع. انت تعرفيه يا عمتي؟ ايوه عارفه، ناسه هنا من مصر تبع شغل عمك محمد. الحمد لله ده طار عليكي كانكم. الحاجه اروح اوديه له. اجي معاكي؟ لا انا هروح وحدي. يلا. ده ساكت خالص ومؤدب وزي القمر وقلبي حبه مش عارفه ليه. زهرة ما تبقيش تحكي لأمك. ليه يا عم؟ هتشندل بالك لو عرفت انه تبع حد في شغل عمك محمد وانتي عارفاه. ما تحكي لهاش وخلاص. يلا يا ولدي. السلام عليكم. وعليكم السلام. مش من اهل البلد يا حاج. انا لله وانا اليه راجعون. الحمد لله مش هو. مناع لو ما حدش عرفه تفنوه. امال احنا هندور على مين اذا ما كانش ده؟ على صندوق في حاجات مهمه. مناع لقيته وهو دلوك عندي في البيت مع سيد. لقيتيه فين؟ مع زهرة. لقيته مع أخته. زهرة عرفت حاجة؟ لا اطمنوا فضل مولد يا محمد. احمد روح بيتك ما فيش حاجة حصلت. مناع حاسب الناس ومشيهم. وش صندوق؟ لقيناه. خلص يا مناع وما تسألش كتير. روح وخلاص. يلا واخته عرفته؟ لا بس قلبها حس. لا اله الا الله
وهو فين دلوقت؟ قاعد جوا، حطيت له ياكل، بس هو زعلان، عايز ابوه. اخش له. لو كان ابوه يستحمل كان قال لي بدرة وخد الوال. وهي بدرة تسكت؟ ما تتفلم، ما كنا نتجوز ودي ونطلق ودي، وما حدش يقدر يفتح خشمه. ما حدش زي التاني يا ولد ابوي. يا اخي اللي تصرف من دماغه. معلش ربك يسويها. الغلط والمدارية اخرتها مصايب يا توحيد، وانا ما تعودتش عمري اخبي على حاجة او اخاف من حد. الضرورة يا ولد ابوي. خش له. ممكن ادخل يا استاذ باسم؟ تفضل يا عم. من شابه اباه ما ظلم. كل اللي عبدي علشان. انت ايه اللي خلاك سبت البيت وخرجت؟ صحيت لقيت نفسي لوحدي وبابا وحشني. حبيبي اي حاجه تعوزها تقول لامك توحيد. انا عاوز بابا وعاوز ارجع مصر لخالته هناك في شقه ماما. هتشوف بابا وهتسافر مصر وكل اللي انت عاوزه، بس واحده واحده يا ولدي. انا هرتب لك كل حاجه. انت دلوقتي راجل كبير ولازم تسمع كلام عمك. اتفقنا؟ اتفقنا، بس شوف بابا. حاضر يا ولدي هتشوفه. مين فيهم العيل الصغير اللي بتدور عليكم؟ الله يخرب بيتك يا هضبي، جايب لي مدرسة؟ انت مش بتقول عيل صغير تايه؟ ايوه عيل واحد. ما هم دول كل العيال التايهين من اسيوط لحد سهاج. رجعهم لاهاليهم تكسب ثواب. ايه يعني مش واسطيهم يا حاج؟ لا لقينا خلاص. ماشي يا حاج. وموضوعي عملت فيه ايه؟ جواز السفر يكون عندك قريب وهتحج. الخير اللي عملته النهارده ان شاء الله يدخلك الجنه حتف. رجع العيال الناس يا هضبي. ماشي يا حاج. مش هتقول لي خدك ورحتوا فين؟ بصي انا بقالي 10 سنين محدش سألني كنت فين ولا رحت فين. يعني مش هتقول دي اول حاجة، وتاني حاجة لما يبقى اخويا الكبير هنا حسك ما يطلعش وما تصغرينيش قدامه عشان ما اعملش معاكي حاجة تندمي عليها طول عمرك. بدرة ما تخليش اللي جوايا يطلع. هو انتوا كنتوا هتدوروا عليها في البحر؟ اهدي انت كمان هتركبينا يا بدرة؟ صندوق قديم